وصلنا معاكم إلى فقرتنا الأخيرة. طبعا هي احنا بدينا سياسة، بعدين خذيناها شوي بثقافة، والحين بديها بفن جميل طبعا وأجمل فنوننا هي الشعر، مع الشاعر عمر الهميد. حياك الله. الله يحييك أخوي محمد، أنا سعيد جدا والله أني معك. الله يسلمك. أي والله، أنت أستاذ قدير تسلم. وأستاذ نجل بعد أستاذة قديرة، وأنا مرتبك ترى والله، متعود أنا على الكاميرات ولكن اليوم مرتبك، ما أدري يا بعد قلبي بالعكس. ما أدري، يمكن خليط بين السياسة وكذي، عرفت؟ الحين اترك عن السياسة. لا لا، احنا ما راح ناخذك صوب السياسة، احنا جايين فعلا نستمتع بالمفردة العذبة وبالشعر وبكلام الشعر. ايش كثر صار لك مع الشعر؟ والله أنا بديت متأخر، يعني تقريبا 20 سنة أو 21 سنة. متأخر 20 سنة ما شاء الله. أي والله متأخر. بالعادة يعني الشعر هي موهبة من الصغر، موهبة سبحان الله من العزيز الحكيم. صح. فنسقى الموهبة بالمجالس ومن قراءتنا، وحنا يعني مجتمعنا ومجتمع الخليجي يعني هذا موروثنا يعني. هي كانت موجودة يعني. صحيح. من الأزل للأبد يعني ماشي معنا. يحب الشعر ويتذوق الشعر، المجتمع الخليجي يعشق الشعر. إيه نعم، هو طبعا. الشعر منبع يعني من الجزيره نفسها يعني، وعاده بالنسبه للشعر النبطي. نعم. فدائما نكون يعني مبتسرين يعني 17 سنه او نعم. 15 سنه، بس انا تاخرت. هو لانه موجود طاقه موجوده داخلك وعندك الالهام، لكن يمكن لقيت الوقت المناسب. ممكن. وعاده نبطي تحب الشعر بالعامي؟ اي والله بديت بالنبطي. نعم. بالامانه يعني ما كتبت فصيح. نعم. الا بعض الابيات يعني ما اذكر، انا اخاف اقول الابيات الفصيحه ينتقدون كبار يعني الشعراء. الحين سمعنا نبطي. ابى اسمعكم باذن الله. في مثل عندنا يعني نعم يقال له على الدنيا السلام. اي او مقوله او مصطلح. فهذا المثل انا اعتبره خاطئ. على الدنيا السلام. لان الدنيا هي. نعم. والبشر اللي تزرع فيها والبشر اللي يتحرك فيها والبشر. نعم. والدنيا مسكينه معنا. اخذ منك الحين. فيقول على البشر ما هو على الدنيا السلام. على البشر ما هو على الدنيا السلام، مسكينة يا الدنيا وش اللي تصنعه، خفت عقول وزاد تصعيد الكلام، وصارت دوايرنا علينا مربعة، اللي تمتع كيف نعطيه اهتمام، مدام ما يبغى البشر مستمتعة، واللي يحسد الأرض من طيب الغمام، وشلون يعطينا من أهل منبعة، وترى الضعيف يحب طبع الانتقام، ولا القوي وجه التسامح وزعه، والريح لا هبة نعالجها مدام ترسي مراكبنا بضبطة الأشرعة، الحمد لله حنا على ما يرام، وجيهنا ما هي عليها الأقنعة، ومن كثر ما فينا مع الناس احترام، حتى الخبل لا جاي هذري نسمعه. صح لسانك. لو الختمة حلوة يعني كانت ما شاء الله. جميل. هل صحيح أن كتابة الشعر النبطي أصعب من الشعر أو يعني الشعر بشكل عام أو النثر؟ لا والله، هو الشعر نفسه النبطي يعني تشتغل منه بحور كثيرة يعني وطواريخ كثيرة يعني، من ضمنها يعني شعر التفعيلة. نعم. طبعا بدأت فيه نازك الملائكة الشعر العراقية. نعم. في الفصيح نازك الملائكة وكثير من الشعراء، ولكن حولوه إلى نبطي. طبعا هو لغة يعني. نعم. الشعر فيتحول، ممكن إذا يعني تعمقوا بالبحور ممكن يلقون صعوبة يعني يجدون صعوبة. نعم. عمر، أغلب الشعراء اللي نستضيفوا معنا في الاستوديو ودائما يعني ما شاء الله شبابه من الجنسين، كلهم يكونون خايفين أن يكتبون الديوان أو حتى إذا كتبوه ما يحبون ينزلونه إلى الجمهور. ممكن هذه صارت موضة يعني للأمانة مع سالفة الديوان هذه. لا، في شعراء يعني قادرين وشعراء يعني لهم جماهيرية، ولكن بلاونا الأخير يعني ما أرضى الكتاب يعني امتلأ من الكتب اللي والله ماني عارف يعني الشعر وغير الشعر يعني صارت كأنه موهبة يعني سناب شات أصور والله نزل ديوان، هذا الشيء خطأ يعني. منهم المفروض الشخص يعني صاحب الموهبة يكون يعني قاعدة جماهيرية. نعم. فمن خلال هذه القاعدة ممكن هم اللي يدفعونه قدام ويقولوا له يلا روح نزل كتاب وحنا مستعدين يعني نتعنى للكتاب هذا. بالسابق أخوي عمر يعني كان الشاعر ينزل ديوان مثل ما ذكر محمد أو حتى ينزل ديوان صوتي يعني أنه يسجل قصايدة، الحين الشاعر يكتب بتويتر. يعني هل وسائل التواصل الاجتماعي أثرت وصارت هي التوجه؟ ممكن أثرت 70%. يعني نذكر حنا من ضمن برامج هذه برنامج الانستغرام بدأ ب 15 ثانية وبعدين بدأ الحين 50 ثانية، فالناس اشتغلت يعني على اني والله اقول قصيدة مثلا 50 ثانية واللايف كذلك وسناب شات ما ينزل فيديو الا 50 ثانية يعني. نعم. على حسب التكنولوجيا اللي ماشية فيه والفنيات
مشوا الشعراء على هذا الأمر، وهذا الشيء خاطئ يعني. نعم ترى الاستديو فوق يقولون يبون شعر غزل. يبون غزل هم اللي تحرشوا. أنا والله أنا بجايب لكم قصائد حصرية. تفضل. برنامجكم أي والله تلفزيونكم مغور موقر، وإن شاء الله بجيب لكم غزلية. حبيبي. يقول جيتك قبل مرة ورحت وتعذرت. جيتك قبل مرة ورحت وتعذرت وصفقت لي يوم العرب صفقوا لي، أبيك تمسكني ليا من تعثرت ما أبي تصافحني بلحظة وصولي. أبيك تمسكني ليا من تعثرت ما أبي تصافحني بلحظة وصولي. فكرت فيك وما أعتقد يوم فكرت أني ألاقي فيك دهشة ذهولي. تذكر قبل أيام يومك تكدرت، خليت كل الناس واصبحت حولي. تذكر قبل أيام يومك تكدرت، خليت كل الناس واصبحت حولي. فكرت فيك ومعتقد يوم فكرت أني ألاقي فيك دهشة ذهولي. هذا أنا متواضع وما تكبرت، ما همني ذولا وذولا وذولي. عادي لي منك مشيت وتغيرت، أنا من الميتين خمسة صفولي. سلامتك. صح لسانك، صح لسانك. تنهية ما شاء الله فجأة، لكن تختمها بالحكمة. أنا فهمتها هي عن 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 الصديق، عن عن الخل. نعم ممكن الصديق أو الخل. نعم. إحنا ما ذكرنا يعني. كل واحد عادي. ما نثبت مذكرة. ممكن قصيدة ذكية هذه من غير إرادي يعني. نعم. أخوي عمر بشكل عام الشاعر لازم يقع في مثلاً موقف معين عشان يكتب قصيدة، أم فعلا ممكن يكتب قصيدة عن أي وضع حتى لو ما تعايش معه أو ما تعرض له؟ ممكن. هو طبعا الشاعر لسان الشارع، يعني ممكن هذا الشاعر يكتب قصيدة على لسان صديق أو على لسان، أو ممكن رواية يشوفها أو أنه يقرأها أو أنه يسمع. لازم يتأثر بشغلة؟ ممكن يتأثر، ليش لا؟ ممكن يصير له يعني هذا الموقف يكون أقوى. يكون أقوى طبعا. لا صار له الموقف هذا يكون أقوى يعني. يعني في عمر بقطع كلامك، في فنانين حتى نجلة يقول لك يعني شعراء وفنانين يعني وأيضا مطربين يقول لك إحنا لا نبدع إلا إذا دخلنا في مرحلة الكآبة الله يكافينا. لا الله يكافينا. يطلع عندهم القوة والإبداع. والله ممكن، ولكن احنا نذكر يعني كثير من الشعراء منهم أمراء ومنهم يعني بالمجتمع يعني ذو مقام ومكانة يعني. أكيد. عندهم قصائد مبدعة، وما أتوقع يعني أنهم مروا على حزن إلا شيء بسيط إلا فقدان الأحبة، وعسى أنا ما نفقد إن شاء الله غالب من يسمح. إيه. ولكن الشعر ما له موطن يعني. هو موهبة من رب العالمين ويجي إلى الفقير ولا الغني. وإحنا طماعين عاد سمعنا بعد. والله أبشر من عيوني والله. بعد قلبي. يقول أنا اللي يبيني قلت له مرحبا وأهلين. أخلي رفيجي يعرب فوق بالمشراف، ومن ينكر الخوة لو أنه من قريبين حقرته وطوفته وأنا ما علي خلاف. ولو شفت رديانا على الخبث متجمعين أجي مبتسم، واللي معي قلت عطهم طاف ما راحوا هل النخوة. ولو راحوا الطيبين نحصل بعض ناس بهم بالزمن ميقاف، تعبت أدمح الغلطة وأدور عن الوافين. يا كثر المصالح يا عرب والحمول أخفاف، وأنا يا رفيجي ما عرفتك لين الحين، تجي مرة حاقد ومرة تجي عطاف. إذا تحفر الحفرة أشوفك بشوف العين، وإذا ودك بوصلي تراني غطاء والحاف. رفيج المصالح عملة للعرب وجهين، ورفيج المواقف لا حضر لازما ينشاف. صح لسانك. منو هذا اللي مأذيك اللي كله قاعد تقول عنه شعر؟ والله ممكن على لسان رفيج يعني، أنا مو شرط أن تكون معي القصائد. نعم. هذه نعم. لا بس كلام جميل. الله يطول. مليء بالحكم وأيضا الأمور. أنت شنو رأيك في المسابقات الشعر؟ أنت معاها أم ضدها؟ والله أنا معاها. نعم. بسبب واحد، أنها تعطي أهمية للشاعر وتعطيه قدره يعني ومكانته في المجتمع. الشاعر النبطي يعني. نعم. أي نعم. وبعضها عاد تدخل فيها بزنس والأمور هذه. وكانت لك مشاركة شعرية في سلطنة عمان حديثة؟ كانت لي مشاركات كثيرة. نعم. يعني. نعم. ومن آخر المهرجانات كان فيه ملتقى عمان الشعري، والحمد لله أنها توفقنا بإذن الله. الله يسلمك. أيوة. احنا استمنعنا جدا وياك، ونتمنى ان شاء الله يا رب نستضيفك اكثر ونسمع شعرك لانه صراحه في حكمه وجدا. انا بس تسمحوا لي في قصيده. يلا نختم وياك. أيوة عليك. نختم وياك قصيده شخص عزيز وعائله يعني عزيزه علينا وعلى الشعب الكويتي. قصيده بالدكتور غنيم محمود الطشه الرشيدي.
وانا والله مهما كتبت في هذا الشخص، مهما كتبت في هذه العائله الكريمه، ولا تهون يعني جميع عوائل وقبائل الكويت والمجتمع الخليجي، ما اوفي حق، لانه يعني ما قصر معي انا بالذات يا الشاعر عمر الهيميد. فاقول الله يبيض وجهك السمح يا غنيم، وعساك تسعد كل ما تطلع الشمس، وعساك من ليله تباشير لك ديم يمطر، واشوف اليوم اجمل من لمس. يا مكرم الضيفان سعد المعازيم، يا ناحر القعدان يا مزين الحمس، ديوانك العامر دلاله مضاريم على مدار الوقت في هالكرم حبس. مدهال للضيفان كل بهم قيم، عليه رجل من الحسا الاول الرس، والبيت ما هو بالكنب والتصاميم، دام عرفوه الناس خله بلا جبس، يا جعل من رباك في قبره الغيم يهل ودانه عليه النف الغرس، وحمود بن طش علي الملازيم حي نشوفه في عياله له حس، ما مات دام مخلف له شغاميم، رجال بالافعال ما هم على الطرس، يا غنيم ناظر بالقصيد المفاهيم، ولا تقول لي يا غنيم في مدحنا بس، انتم رجال تحفظون التعاليم، يا شراقة الطشة ويا مفخرة عبس. الله صح لسانك، ويا بختك بالقصيدة هذه صراحة جميلة جدا جدا، ومشاعر جميلة منك أنت كشاعر إلى هذا الشخص أو هذه العائلة. يستاهلون الطشة الكرام، وشاكر لكم أيها الله. الله يسلمك، احنا شاكرين لك جدا. كان معنا الشاعر عمر الهميد، ونتمنى ان شاء الله يا رب نجل اليوم نكون قدمنا شيء جميل، واليوم كانت حلقه منوعه لنا الاربعاء. صحيح، والويكند مالنا ختامها مسك مع الشاعر عمر. شكرا لك على كل القصائد الجميله اللي شاركتها معنا، ونتمنى لك كل التوفيق. الله يطول عمرك. ما قصرت، وايضا مشاهدينا نتمنى لكم خلينا نقول اجازه سعيده، نعم، ونهايه اسبوع سعيده، ونلقاكم ان شاء الله على خير يوم الاحد. مع السلامه. مع السلامه.